قلبي اول ما طالع قدام تكا حسابي خلص ففيش يجيبي فكه بخناقه بطل انا احمد سقا واللي عدى وسابنا في السما سبع يجي يقابلني الساعه سبع لبست الجزمه وفضلت واقفه شبابي ساكته وبالمناسبه لو نزلت بزقه مش بحكة في ضهر حكه مخك رب انا سدوس فاينولي هاوي برافو حشت كله كويس انا حشت كله حلو ايه الكلام مفيش اهو يعني لسه واصل شويه وشفتك اهو الله عليك الله عليك طب عايز اسالك سؤال ماشي ايه رد فعل اهلك ماشي. لما عرفوا ان انت عايز تغني راب لما في الاول قشطه فاهم كانوا خايفين عليا شويه بس عشان اللي هو الموضوع ما ياثرش على الدراسه بس لما ابتديت اخد خطوات لقدام شويه وانزل حاجات على اليوتيوب بفيجوالز حلوه وبتاع ابتدوا ان هم يسبورتوا الموضوع يعني بس عندك سؤال ليا عندي سؤال ليك طبعا عندي سؤال ليك يعني انا بقالي فتره بصراحه من ساعه ما انت ابتديت تنزل في الالبوم بفا مش مهتم وانا يعني عايز اسالك سؤال وما جاليش الفرصه ان انا اقولك لسه ماشي منين جت فكره 2050 بص 2050 عشان انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يعني في ايه في 2050 كده 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 فانا ما اعرفش الالبوم ده هيودي ولا مش هيودي سميته 2050 ده واحد اوكي اتنين عشان حاسس مزيكتي انا مش ريليتد للناس في مصر شويه اوكي ليه عشان في انجلش كتير اوكي هو ده واضح فعلا عامه في المزيكا وفي الكفر ارت وفي كل حاجه يعني فاهم فعايش انا فتح وصايا امسكها فورا انا الطاير خلينا اقول لك ان انا بيها وان انا ليها بس مش فاضي مستني رنك مش هتقدر فحل عني اتصارخ ابعد عني بتشنضاي تبقى كبيرك ما في الطفايا وصايا امسكها فورا انا الطاير خلينا اقول لك ان انا فيها وان انا ليها بس مش فاضي مستني رنك مش هتقدر فحل عني ابعد عني بتشنضاي تبقى كبيرك ما في الطفايا هات لي الشاب اجيب قراره اجيب قراره اجيب قراره وانا بيع فيرسات اجيب كمارو اجيب كمارو واجيب كمارو واللي كان بيعادي اللي جراله اللي جراله اللي جراله روح مع ايام ودبناره 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 حبيبي بندس عندي بودي كليتنس عسلك انجز ده ما عامل يجيك روح هتنبي معايا درينكي معايا كيف وده قطع صباعه البنكي اه يا لقيت تعيد بخلصة تلاقيني عشان الجودة سامع على سيك عايز اعرف ماشي رابر تسمعوا ماشي لو عندك بلوك كندريك لامار كده كده وبرجع دايما للحاجات اللي هي القديمه يعني كان في الالبوم اللي هو بتاع سكشن 80 اللي هو قبل جود كيد مات سيتي ده برجع اسمعه في برضو واحد في النص بعد بيم باتر فلاي اسمه انتايتند كان حاجات محذوفه من بيم باتر فلاي وعمل بيها البوم تاني اوكي فدي برضو حاجات بسمعها كندريك عامه من الناس يعني اللي بتنسباير مي فاهم ان انا اكتب عامه واعبر عن نفسي بطريقه مختلفة فاهم بديك باور كده انك بالزبط. تعمل تراك بالظبط فبحس ان الموضوع يعني جامد بس انا برضو عندي كده بس عندك مين عندي حد بس مش عايز اقول مش عايز حد يسمع طبعا مش عارفين والله فتح وصايا امسكها فورا انا على الطاير خلينا اقول لك ان انا فيها وان انا ليها بس مش فاضي مستني رنك كان شيطار فحل عني لا تصارخ ابعدي عني بتش ام داين تبقى كيرك نو في الطفار وحط لي الشاب اجيب قراره اجيب قراره اجيب قراره وانا بيع فيرسات اجيب كمارو اجيب كمارو اجيب كمارو جنبي عادي اللي جراله اللي جراله راح مع ايام ودب ناره ودب ناره الله عليك 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 الله عليكم كلكم ايه هي الشخصية الكرتونية المفضلة؟ استرو بوي اوكي عشان نص روبوت نص انسان اوكي فانت زمان ايزي واخد عقاقيره رجل آلي وحديدي اسميني عادي تيجي تيزي قبل ما تغني راب ماشي. كنت مسحول في ايه؟ كنت بلعب كوره معظم الوقت يعني كنت بلعب كوره في النادي مثلا وبس في هنا في مصر؟ في السعوديه؟ في السعوديه الله عليك في السعوديه كنت لما جيت مصر هنا بطلت شويه اتسحلت بقى في الراب والمزيكا فما بقتش بطلت كوره ما بقتش العب زي الاول ما تنزلش خماسي؟ بنزل يعني وقت للتاني بنزل بس يعني مش في نفس فورمة زمان فاهم بس طب لو نزلت خماسي كلمني كده كده هكلمك خلي بالك انا كده كده انا عارف اداب يعني فاهم كيليان بابي ايوا كيليان بابي انا في الزين زي كيليان بابي ايوا كيليان بابي يو كيليان بابي انا في الزين زي كيليان بابي صغير كيليان بابي انا في الزين زي كيليان بابي انزل اكل يا بابي انت دينا بابي انا كيليان بابي كيليان بابي
بابي انا في سين زي كيليان بابي. اوه كيليان بابي انا في سين زي كيليان بابي. ايوه اوه كيليان بابي انا في سين زي كيليان بابي. انت كده كده انت عارف ان قبل ما احنا اصلا نبقى اصحاب فاهم انا تبعك، فكان ليك انترفيو وقلت فيه ان انت بعد سن ال 30 هتبطل راب او مش هتبقى ممكن تكون حققت النجاح فيخليك اللي هو انت ما تكملش في الراب. حاسس ممكن تعمل ايه لو بطلت مزيكا او بتش؟ هفتح بيزنس. اوكي بتاعي ما اعرفش لحد دلوقتي هيبقى ايه، اكيد لما اكبر هبقى عارف. بس ما اعتقد يعني. اوكي حاسس ان انت هتفتح سنة. تفتح بيزنس او حاجه فهمت؟ ايوه 30 سنه هتبقى خيال اصلا. هتبقى اخواتي خلاص بقى ابهات مينفعش ابقى كده. انا مش مهتم شوف التات بكام، كان على عيني اعمل اولد سكول ومحدش عكر جوي. ما كلمتونيش ليه وقت سكودا؟ كانش في بيج نيمز رميتونا. مش فاهم ان البيز ليه اتحنكوها، كل اللي ليه ديل حضروها. وده الايزي مستر بيزنس شوف السي في، ليزي واخد عقاقيره رجل الي وحديدي. اسميني عادي تيجي تيزي بتلغيكو بتلغيني. حبكي لك لما تحط في الصورة امريكا من كان تراك اللي نزلولك. روح حط اسمي في جروبك لما تشوفني خد صورة تكنيتي بوما الاوب بتاعتي نفلوت. اول انترفيو دفعت. طب لو في جزيرة معزولة الكتاب حاجة تاخدها، لو انت على جزيرة معزولة بس تقدرش تعيش من غيرهم فاهم، فانت حاول بقى اللي هو تبقى دقيق وانت بتختار عشان ما تلات حاجات بس. ماشي واحد صاحبي واثق فيه ماشي وفاهمني ماشي، اكيد اكل وشرب، وممكن مش عارف هيبقى فيهم استوديو ولا لا بس يعني ممكن اطلع يعني الاوبشن ده متاح يعني قشطه اكيد هيبقى الحر وش يعني هتبقى على جزيره كمان فالحوار هيبقى جامد. وانا مش مهتم شوف التطبيق كام، كان على عين عامل اولد سكول ومحدش عكر قوي. ما كلمتونيش ليه وقت سكودا؟ ما كانش في بيج نيمز رميتونا. مش فاهم ان البريسليت حنكوها، كل اللي ليه ديل حضروها. ايه اكتر ماشي مكان ماشي او اكله بتحبها في النوبه؟ كده كده غرب الصين يعني كده كده المنطقه دي الجزيره، وبحب انزل اخد مثلا زي فلوكه او حاجه. اكله ممكن يبقى قابط. عارف انها نوبي وما اعرفش يعني ايه قابط. اوكي قابط ده هو عامل زي الفطير بس اللي هو بيبقى اكبر شويه. اوكي شفت البانكيك؟ حاجه نفس النظام البانكيك ده بس بيغمزوا بقى بيها باميه وقتر. قتر ده حاجه نفس النظام الملوخيه كده فاهم. اسمها ايه اللي منغمزها؟ قابط. لا قتر اللي بتقتر. قتر اوكي. ايه اكتر بار ماشي كتبته ماشي بتحبه حاسه بيعبر عنك؟ اكتر بار كتبته حاسه ممكن في فرقه بار بقول فيه ما تعجنش في الدنيا جاي من تينا صلبه. دول بيدخوا على الفرقه ما تعجنش الدنيا جاي من تينا صلبه. دحينا بعيشه سهل عشان مشينا وصلنا، ولو في السكه كلمه صور نرميل وعظمه. شنجن وشنطه يوم في جيبه على طنجه على كذا بلانكا قلب القناه اقول لك زنجا زنجا ما اشتغلش غير. انت ايه اكتر بار؟ اكتر بار جوايا اتنين واختاري تحب فين عشان انا جيميناي. اوكي تو مودز. ايوه مودي ساعات بتبقى انت اختاري يعني. اوكي جامد واحد تقدر تتعامل معاه. جامد. سمعت الاخ ده لسه مبلم ولا فردي بيكفيه على طول هادي ما يتكلمش بس جواه قلبه في كتير يحكي له. صرته في زوري ما ينزلنيش جو البامبا ما يلزمنيش في الضلمه ده كان الدنيا ده فايت اصلا ولا حد سائل ضرب بشارتي. واقف حيطه صد زميلي نوبي فيراتي ما كانش هدف اشي دوبك ده سنتي في الديل الروز ام فيلو ولا شارتي مش ضرب ده طنتي. بيخوم وشغل التلات ورقات معدنهم في السك مش رجالة بشنبات مش حلين النزاع وماشيين بالدراع بطل فوت اكتساع وجازين بالسلاح. دول بيدخوا على الفرقة ما تعجنش الدنيا جاي من دينا صلبة. ضحينا بعيشة سهلة عشان مشينا في صنعة، ولو في السكة كلمة صفر نرميله عظمة. شنجن وشنطة ديون في الجيب وعلى طنجة.